مساء الخير لكل متابعينا عبر أثير الأولى راديو رابعة، وأيضا لكل متابعينا على كل بلاتفورمز على السوشيال ميديا الرابعة اف ام. نجم من نجوم الأغنية المصرية، يكفي فخرا أن تكون الراحلة وردة الجزائرية اخترته ليكون بطل أمامه. هو الوحيد من نجوم جيله اللي وقف أمام عملاقة كوردة الجزائرية، إلى جانب صوته الحلو وحضوره الحلو أيضا كمان. يعني خالد سليم من المطربين اللي تركوا أغنيات علمت. اليوم بيسعدنا عبر أثير راديو رابع على المرة الأولى الفنان خالد سليم يكون معنا. مساء الفل يا خالد. مساء الوردي حبيبي، ازيك؟ أول حاجة أنت منورنا في دبي ومبروك الإقامة الذهبية. الله يبارك فيك. الإقامة الذهبية من 7 شهور تقريبا أنا حصلت عليها الحمد لله، وشكرت طبعا دولة الإمارات شعبا وحكومة، وبصراحة سعيد جدا ولي الشرف كبير جدا أني أكون يعني فنان عنده إقامة ذهبية لمدة 10 سنين في بلد جميل زي الإمارات. طيب خالد عشمني هي الأغنية الأخيرة، وقلبي قلبي أنا افتكرت اسمها قلبي، فالأغنية يعني خدت قلب كتير من اللي سمعوها بعد فترة يعني مش قليلة. أنا بلاقي نفسي بتكلم مصري مش عارف ليه. طيب بالإضافة للأغنية أكيد في فيلم في القلب مع نسرين طافش، شو بدك تخبرنا أول شيء عن أصداء أغنية عشمني؟ الأغنية الحمد لله تم طرحها في عيد الأضحى، والحمد لله يعني عملت أصداء جميلة جدا جدا. الأغنية مختلفة عليا، يمكن ما عملتش المقسوم الحزين بالكلمات الحلوة دي، يعني كلمات هشام صادق بصراحة عامل أغنية جميلة جدا، والملحن مدين والموزع أحمد عادل. الحمد لله ربنا وفقني إن احنا نعمل أغنية بشكل جميل زي ده، وأنا سعيد جدا برد فعل الناس، وسعيد جدا كل ما بسمعها بنبسط بصراحة. ده كان باين من الحفلات سولد أوت في اسكندرية. الحمد لله كان عندي أكتر من حفلة، منهم حفلة في اسكندرية وكانت سولد أوت من قبل ميعاد الحفلة ب3 أسابيع، ودي حاجة مش غريبة على جمهور اسكندرية بصراحة. طيب شو بدك تخبرنا عن الفيلم؟ هيدا أول عمل رح يجمعك بنجمة سورية. ليش النجمة سورية؟ مش احنا ما بنصنفش، يعني احنا مثلا انت عارف في مصر يعني محتضنة لجميع المواهب والممثلين والممثلات والفنانين المطربين والمطربات والشعراء والملحنين، مفيش عندنا الحتة بتاعت مين منين. بس هيقولوا ليه يعني مفيش نجمات في مصر مثلا؟ انا بقول اللي الناس ممكن تقوله مش انا. لا بص هقول لك حاجة، احنا اكيد الناس فيه ليها اراء كتيرة جدا، وفي ناس كتير جدا مبسوطين ان نسرين طافش معنا في الفيلم. هي لايقة جدا على الدور، شبه قوي دورها، ممثلة شاطرة جدا، مهتمة بتفاصيل كل الفيلم مش بس تفاصيل شخصيتها هي، وده اللي لمسناه لما بدأنا نشتغل مع بعض ونعمل البروفات. دكتور مرقص عادل المخرج الرائع بصراحة، يعني كان من ترشيحاته الأولى كانت نسرين طافش، وأنا تواصلت معاها والحمد لله طبعا مضينا وصورنا في مصر وصورنا في دبي في معنى إن جي كيوان كمان من مصر، مش من هي مصرية اسكندرانية على فكرة وعايشة في دبي، عملت معنا برضو دور رائع جدا في الفيلم، معنا الأستاذة سوسن بدر والأستاذة هالة فاخر ومحمد عز وتوني ماهر ومنا فضالي، فكاست حلو قوي قوي قوي. طب من المفترض نشوف الفيلم امتى؟ ان شاء الله على الكريسماس، على بدايه السنه وعلى الكريسماس ان شاء الله يكون في عرض خاص في السينمات في دبي كمان ان شاء الله. هتفتتح العرض في دبي باذن الله انت ونسرين؟ انا ونسرين وان جي كي 1 وكل الكاست ان شاء الله. كل الكاست. طيب احنا هنكون مستنيين، وانا عارف ان الوقت مش بيخدمنا، انا كنت عايز اتكلم معاك في حاجات كتير، ولكن انا عايز مقطع من عشمني لو سمحت. عشمني في المزيكا. معلش لو سمحت. كان على نياته سبحان الله فجأة تحاول، مش ده اللي قابلته ولا تعرفت عليه في الأول، بقى ده اسمه حبيب قلبي وده اللي استناه قلبي، لو يعمل ايه قلبي ما هيرضى عليه. سلمنا تمك، شكرا جزيلا. شو بدك تقول لكل اللي بيسمعوك عبر أثير راديو الرابعة؟ راديو الرابعة وكل العاملين فيها بشكركم على وجودكم وعلى شغلكم الرائع اللي موجود ومتواصل في كل أيام السنة. بقول لكل المستمعين تابعوا كل أخباري وتابعوا كل الجديد بتاعي اللي بقدمه عبر راديو الرابعة.